بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحصة جديدة من حصة تحضير شهادة آراء سياسة. البارح تطرقنا في الحصة الماضية الـ Network Configuration، وكنا قبلها تحدثنا على Storage بكل أنواعه. بقى لنا نوع واحد من Storage اللي هو Network Storage. كان من المفروض أن الواحد يكون عنده علم عن كيفية تشغيل النتورك على السيرفر، علشان بعد يمكن أنه يعمل كونفيجريشن على نتورك ستوريج. في السكوب بتاع النتورك ستوريج اللي متفق عليه هو نتورك أوبس أنافس. NFS Network File System. Network File System شو معناتها؟ احنا شفنا انه في الستوريج العادي عندك ديسك. اوكي، انا عندك ديسك، وهنا عندك ال Operating System راح يستعملهم مباشرة. اوكي، الاستعمال بتاعهم قد يكون عن طريق ال VM ولا ستوريج ولا الستاندر ستوريج ولا عن طريق الفيديو ولا عن طريق ستوريج ستراتيج على حسب التكنولوجيا المستعملة. لكن في أغلب الأحيان لازم الديسك يكون معروض على الشكل فايل سيستم، معناتها أن يقوم بتحضير الديسك بإنشاء فايل سيستم داخل هذا الديسك. فيه نفس الشيء يمكن أنك تقوم به، لكن هذه المرة عن طريق النتورك. معناتها أنه الأواس راح يجيب الفايل سيستم مش لوكالي، لكن يروح على سيرفر بعيد. السيرفر هذا وش راح يعمل؟ يعمل ديسك ولا بارتيشن، ويعمل عليها تشير. اوكي، يعمل عليها تشير. احنا راح نشوفه انافس. اوكي، معناتها هذه البارتيشن محضره اصلا، فيها اي اكس اف اس ولا فيها اكس تي 4 ولا فيها شيء ثاني، وراح نستعمل النتورك فايل سيستم علشان نعملوا لها تشير على النتورك. وفي هذه الحاله هذا البارتيشن راح نشوفها مباشره من السيرفر الثاني ولا الكلاينت ماشين، وراح يعملها ماونت عادي نفس الشيء باستعمال الماونت. اوكي، لكن نستعمل ماينستي انافس. شيء ثاني انه لازم تزيد البارامتر اللي لازم تحطهم لما تعمل الماونت. اوكي، لما تعمل الماونت تحط البارامتر اللي لازم حطهم. من المفروض انه اقل شيء ماينس او ار دبليو علشان تطلعهم ونريد ورايت. معناتها تقدر تكتب عليه هنا وتحط بعدين السيرفر، هذا سيرفر اثنين، هذا سيرفر واحد، نحط هنا ادرس اي بي ولا النيم هوست نيم، تعمل نقطتين وتعمل اسم التشار اللي تعمل على الانفاس. معناتها هنا معناتها سميتها مثلا ارش سياسه، نعمل ايش ارش سياسه. احنا راح نتطرق الجانب الكلينت، مش راح نتطرق الجانب السيرفر، مش راح نشوفه كيف نحضره سيرفر انفاس، مع انه تحضيره اصلا شيء من اسهل ما يكون. اوكي، ممكن نشوفوه في عجاله. ومن بعدها تحط هنايا الماونت اللي حاب تحط عليه. اوكي، في هذه الحاله اذا دخلت انت في الكلينت على الامنتي، معناتها انت حاليا تعمل كتابه مباشره على البارتيشن اللي في السيرفر الثاني، اللي في السيرفر الثاني. لكن خذوا حذركم، هذا كله مرتبط بالنتورك. اوكي، هذا كله مرتبط بالنتورك. فيه اوبشن
من المفروض أن نجيبه إذا كان عندك مشكل في النتورك وتخاف من الانقطاعات، أنه تزيد هنا أوبشن ثاني اللي هو سينك، لأنه المود اللي يعمل عليه كتابة فيه نوعين، سينكرون وأسينكرون. معناتها سينكرون أي كتابة تكتب في الماونت تكتب مباشرة، في الأسينكرون لا، يعمل بوفرينج عشان يربح وقت، يعمل بوفرينج وبعدين يعمل الكتابة على البارتيشن. إذا كان عندك مشكل في النتورك بعد البوفرينج وقت اللي يجي يكتب ما في نتورك راح عليك كل شيء. هذا الأحسن، إذا كان عندك نتورك فيه مشاكل من الأحسن أنك تزيد السينكرون. السينكرون راح تزيد عليك الترافيك، معناتها في كتير ماشي جاي على السر. اوكي، هذه فيما يخص كيفية عمل. اذا حبيتوا تعملوا نفس الشيء على الفس تاب هنا، نفس الشيء راح تحط هنا سيرفر سلاش اشاسا والبوينت ماونت بوينت اللي هو مثلا عملناه امانتي، تعمل انتي اف انفس اوكي، وهنا تعمل عليه ريد ورايت وتعمل سينكرون مثلا، وفي الاخير الصفر الصفر هنا على الدامبول اف اس. هذه نفس الشيء، بعدها تعمل ماونت ماينس ا عشان تعمل الكونفيجريشن كامل. اوكي، راح نشوف الان تطبيق نتاعها ان شاء الله. خلينا نشوف، انا حضرت الاكسبورت ولا انا فاس مكان تاني في سيرفر تاني، اكسبورت مثلا فاس ماينس في، انا الان في السيرفر انا فاس. راح نشوف انه عندي فولدر اسمه RCSI، عمل له شير لكل الناس اوكي من ريد ورايت، عمل له شير على كل الناس ريد ورايت. الاشياء الاخرى احنا ما دخلنا فيها، اللي يهمنا هو الان ريد ورايت وسينكرون. هذه اسهل شيء يمكن تستعمله، انك تروح فقط تضيف هذا اللاين في الاكسبورت، هو اسهل شيء. تنشئ الـ RCSI، خذوا بالكم الـ RCSI لازم يكون حاطه على nobody، اليوزر والجروب لازم يكون nobody اللي هو متخصص بالأنفس. إذا حطيته root ما راح تقدر تكتب عليه في الكليينت. أوكي، هذه الملاحظة الأولى. ولا تخليها على روت وتعمل 7700، هذه فيها كلام. اوكي، شيء ثاني، وتعمل انه ريد ورايت. اذا حبيت تعمل لها تشير النتورك معين ولا الجهاز معين، تحط هنا الاي بي ادرس فقط. اوكي، الان احنا عرفنا انه هذه عملت لنا بارتاج على RCSI. راح نشوف اصلا في طريقه ماينس اي نقول بها ما هو التشير انفاس اللي على هذا السيرفر. نطرح سؤال، فيه انفاس شير على هذا السيرفر ولا لا؟ يقول لك نعم فيه اكسبورتد ليست هو RCSI، وممكن يكون هو اسمه RCSI. ثم انا عرفت اسم التشار، وشو لازم ندير؟ لازم نعمل mkdir مثلا على RCSI. هنا عندي مثلا، واعمل mount main t nfs minus o read write. اوكي، انا ما يهمني سينكرون ولا مش سينكرون، اعمل هذا وحط عليه RCSI.
اوكي، وين راح احب نجيبه؟ نجيبه الاراش سي اس. اوكي، معناتها انا الان اذا عملت ماونت راح تشوف اللي عندك اراش سي اس، عامل له ماونت على، راح نشوفه مثال نعمله فايل، مثلا اللي عملت له فايل بالروت، ونروح نتأكد اراش سي اس، راح نشوف في السيرفر اذا تمت الكتابة ولا لا، ونشوفوا هذا الروت اللي انا اصلا كتبته من الكليينت، هذا ما كان في السيرفر. اوكي، هذه الطريقة اللي يمكن تعمل بها amount. خلينا نشوف فيها أسئلة. What will happen if the NFS server is not available on the network using FS top? هذه شيء ثاني، هذه لازم أضيف شيء ثاني راح أعطيه لكم. If it is required for owner of the chair on the NFS server to be no good. Not required، ما هوش مفروض عليك، لكن نقص عليك كثير الشغل. إذا خليته روت روت مثلا، لازم تعطي الأوذر إمكانيات الكتابة، ولا ما يقدر يكتب. أوكي، راح نشوفه نفس الشيء باستعمال ال FS tab. Say FS tab. في هذه الحالة وش راح ندير؟ راح ندير اسم السيرفر وهذا هو ال chair mount point NFS read write. من الأحسن أنك تضيف نت دف. شو معناتها نت دف؟ راح نقول له أنه هذا الماونت، هذا الماونت اللي راح تعمله عنده علاقة بالنتورك، ومن الأفضل أنك تستنى النتورك لما بيطلع. أوكي، لكن هذه جنبك مشاكل النتورك، ونحط عليها صفر صفر، وراح نشوف الآن الماونت إذا فيه على جراب RCS. ما فيه ماونت ماينس A، ونعمل RCS، راح تشوفوا أنه عملت له الماونت مباشرة، وعندك كل أشياء اللي ممكن. أوكي، أعمل له amount. أوكي، ونروح نحيه من الأفاس تاب، باش ما يديليش مشاكل أنا. أوكي، هذه الطريقة الأولى اللي يمكن أنك تعمل بها ماونت ولا تشير على تشير من أنفس، ماونت ولا تشير على الأنفس. الآن المشكلة اللي عندنا أن مثلا أنت هذا التشير راح تستعمله، راح تستعمله مرة واحدة، وانت عملت له في الأفاس تاب ماونت. هو لما تعمل له في الأفاس تاب ماونت، وحتى لو ما تستعملهش، الأنفاس سيرفر والماونت كل مرة لازم يعمل تشيك إذا كان السيرفر حاضر ولا لا. معناتها راح يكون تخلق نتورك ترافيك ما عنده حتى أهمية، ما عنده حتى أهمية. من الأفضل إذا كنت استعمله مرة واحدة، تستعمل ماونت مباشرة. أفاس تاب إذا كان الاستعمال نتاعه بطريقة مستمر. ومن أجل هذا هما راحوا شافوا شيء ثاني. أوكي، هذا الشيء الثاني هو اللي يخليك أنك تعمل ماونت للأنفاس. أوكي، لكن بطريقة ذكية. شو معناتها بطريقة ذكية؟ معناتها أنك راح تعمل له ماونت عند الحاجة.
راح تعمل له ماونت عند الحاجة. وفي هذه الحالة نستعمل سيرفيس اسمه اوتو اف اس، ولا ما يسمى بالاوتو ماونتر. اوكي، ولا ما يسمى بالاوتو ماونتر. الاوتو اف اس هو سيرفيس اللي لازم تعمل له انستاليشن. اوكي، ويسمى كذلك باسم اوتو ماونتر. اوكي، حتى هذا يسموه اوتوماتيكلي ماونت ان اف اس شير اون دوموند، ولا اون دوموند ماونت اوف ان اف اس شير. لازم تعمل تثبيت للباكيج نفسه اسمه اوتو اف اس. اوكي، وشاول اذا طرحنا السؤال ما هي الاضافه اللي يعطيها لنا الاوتو اف اس، الاوتو اف اس ما يحتاج، انت اذا احتاجيت مثلا تشير ان اف اس من سيرفر، مثلا اي سيرفر، لازم تتصل على الروت لانه هو الوحيد المخول له يقوم بالكوماند ماونت واي ماونت. اوكي، الشيء الثاني، ما انت ما تحتاج هذا الشير بطريقه مستمره، وفي هذه الحاله ما حب تستعمل اف اس تار. اوكي، هذا الشيء اللي يخليك تربح في الاوتو، في الاوتو اف اس. الشيء الثاني، الاوتو اف اس يعمل لك ماونت عند الحاجة، وإذا شافك أنك ما تستعمل هذاك الماونت راح يعمل اي ماونت اوتوماتيكلي، راح يعمل اوتوماتيكلي ماونت. معناتها إذا عندك هنا كلاينت وعندك هنا انفاس سيرفر وعملت ماونت مثلا على الامانتي الوحد الشير اللي هو هنا مثلا اسمه الشير، اوكي، جبته على بالاوتو اف اس راح يعمل هذا الماونت اوتوماتيك. اوكي، لكن بعد مده اللي يمكن احنا نحدوها، اذا شفت ان الامانتي مش مستعمل شو راح اعمل؟ راح يعمل ايماونت مباشرة. إذا دخلت مرة ثانية للأمانتي معناتها طلبت تشير، راح يعمل له ماونت بصفة اوتوماتيك، وهذا يخليك تربح في النتورك والاستعمال نتاعها. هل فيه أسئلة على الأوتو اف اس قبل نروح للتطبيق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، هنا لا سيكيورتي وين؟ كنا نعطي له، لا لا لا، كنا نعطي له الروت. خرجتنا على الموضوع، خرجنا عن الموضوع. ليس الهدف من الحصة اليوم الحكاية أنفاس وكيفية استعمال والسيكوريتي، ولا أنت إذا حاب تعمل سيكوريتي في أوتنتيفيكيشن يمكن تعملها على بأوبن ال داب، يمكن تعملها بكبر كاربيروس، يمكن تعملها بالسيستم، في عدة أشياء تتدخل فيها اس لينكس، فيها عدة أشياء لازم تأخذها بعين الاعتبار. واليوم إحنا اللي يهمنا كيفية استعمال الأوتوماونت، لا علاقة لنا بالسيكوريتي. أوكي، أنا قصدي يا شيخ الروت كنا نعطيله بيرميشن تاع الروت سيرفر. مش تعطيه بيرميشن تاع الروت، قصدي تعدد الصلاحيات نتاع الروت الكليون. شكون هذا اللي عنده صلاحية تاع الروت الكليون؟ لا، ما عنده صلاحية تاع الروت. شكون قال لك عنده صلاحية تاع الروت؟ ما فهمت عنده صلاحية تاع الروت. قصدي كي دير ماونت، اها، راك تحكي على اوتو اف اس ولا تحكي على ماونت؟ لا لا، اوتو اف اس يا شيخ. لا، اوتو اف اس ما اصلا، اوتو اف اس، اوتو اف اس هو اللي يدير الماونت ماشي الروت. الاوتو اف اس هو اللي يدير الماونت ماشي الروت.
على هذه احنا حطينا نو بودي باش من بعد الناس تقدر تكتب لي انه ماشي شرط اللي يعمل الماونت هو الروت. هنا اللي يعمل الماونت هذا اليوزر هو الاوتو افاس مش الروت. وحتى لو دارها الروت ما عندك مشكل لانك انت هذا اصلا حط عليه نو بودي. هذا التشار ما هو تاع روت، هذا التشار تاع كامل الناس. اذا حطيت انت تشار وحطيتها نتاع روت ما عندها حتى معنى، لانه الهدف منها انك راح تعمل كولابوريشن فولدر، معناتها الناس كل الناس تستعمله. اذا حطيته باسم الروت وش عندها؟ ما عندها حتى معنى. اوكي اوكي شيخ، بارك الله فيك بارك. الان نروحوا للتطبيق. اوكي خلينا نشوف التطبيق كيف يكون. الشيء الاول راح نتاكدوا انه الماونت ما فيه حاليا ما عندنا ماونت فيه ار سي اس. اوكي ما في حتى ماونت على الار سي اس. الستيب الاول هو انستال اوتو اف اس. اوكي هذا الشيء الاول اللي لازم نديره. خلينا نديره الماونت. اوكي هذا اصلا هو سيستم اوتو اف اس. اوكي حاليا ديزيبلد اند لودد ان اكتيف، ما عملنا له اكتيف. اوكي هذا الطريقه الاولى اللي راح توجد بها الاوتو اف اس. الاوتو اف اس لازم تعمل له انستال. كل الكونفيجريشن جايه في الاوتو ماستر ماينس دي. ما تخربوش في هذا الفايل لانه كاين الفايل بحد ذاته وكاين الفولدر. من الاحسن انك تعمل كونفيجريشن تاعك في الاوتو افاس ماستر. اوكي هنا نحطوا الفايل. راح نشوف درك انواع الفايل اللي كاين وكيفيه التعامل معاه، اعمال الفايل، انواع الفايل اللي كاين وكيفيه التعامل معاه. هذه الحاله راح نرجعوا لل تاني للصبورة باش نفهموا وش أنواع الماونت اللي كاينين في الأوتو أكلس. ديروا بالكم أنه الشيء اللي تفهمنا عليه أنه كل الكونفيجريشن لازم تنحط auto dot master dot day. اوكي الشيء الثاني لازم يكون الاسم dot auto fs. هذه اجباري dot auto fs اجباري، هذه مش extension like windows لكن خاصة بالاوتو اف اس. لازم يقرا الفايل يكون ينتهي بكلمة اوتو اف اس. اوكي لازم ينتهي بكلمة اوتو اف اس. والاوتو اف اس عندكم نوعين. اوكي كاين ما يسمى بالدايركت ماب وفيه ما يسمى بال indirect map. اوكي شو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه لما تحط الفايل وش لازم تحط فيه الاوتو الديركتد ماب تكون فيه لاين واحد. هذا اللاين وش فيه؟ فيه هاش ماينس واسم الفايل اللي حطيت فيه الكونفيجريشن اوتو مثلا دوت ار سي اس.
هذا الاسم بالاوتو مش مفروض عليك، لكن البست براكتس انك تستعملها بهالطريقه. البست براكتس انك تستعملها وش راح تقول؟ واحد كي يقرا فايل مثلا فايل 1.autofs اللي هو هذا، هذا كي دخل الكونتين وشاف باللي سلاش ماينس راح يعرف انه هذا الماب هو دايركت ماب. اوكي، دايركت ماب وش معناتها؟ معناتها اذا دخلنا درك الان نعملوا كونفيجريشن لهذا الفايل، وش راح نحطه فيه؟ هذا الفايل راح يكون فيه MNT، ومثلا هنا اسمه اراش سياسة. اوكي، ونحطه ريدو رايت مثلا وسينك، ولا ما حطه سينك اذا حبيت اعمل. يمكن تضيف مثلا فايل سيستم تيب تاعه كذلك، من اذا كان حبيت، اذا كان حطها انا فاس ولا تحطها اكس افس. اوكي، وبعدها هنا تحط اس 3 2 مثلا، والارش سياسه اللي عملت له تشير. اوكي، لكن هنا المفروض ان الامانتي هو فولدر موجود اصلا. اوكي، الارش سياسه هذا انت ما عندك علاقه به، اول ما يعمل اوتو افس الماونت راح يعمل له كرييشن. اوكي، يقوم بالانشاء نتاعه لحظه الماونت، لحظه الربط بين السيرفر ان اف اس والكلينت. لما يكمل الوقت هو من المفروض انه عندك 10 دقائق. إذا 10 دقائق شافك مدة 10 دقائق ما استعملت هذا الفولدر، شو راح يعمل له؟ راح يعمل له مباشرة إيموت، راح يعمل له مباشرة إيموت. لما تكمل هذه وش لازم؟ لازم تكمل هذه وتعمل سيستم CTL ريلود أوتو افس، ولا ريستارت، ولا اذا كان اول مره ستارت مع ناو باش تعمل له اكتيفيشن، وبعدين تعمل ماونت مباشره، تاكد انه الماونت طلع ولا ما طلعش. اوكي، هذا دايركت ماب. دايركت ماب الثاني. اوكي، الثاني شيء اخر انديركت ماب. شو نعملو فيه؟ انت تروح مثلا على الـ على الـ هنا راح تقول وين راح يحب يحط ال البارتاج لا تشير. هنا مثلا عوض ما تدير سلاش راح تدير مباشرة امانتي. اوكي، وتحط عليه RTC auto arash cs. اوكي، بعدين وين نروحوا؟ نروحوا ننشئوا هذا الفايل. الفايل ذوك يتغير، خذوا بالكم يتغير، ما راح يكون بالفول باث، ما راح يكون بالفول باث، بس اسم ال الفورد اللي حاب تنشئه، وتعمل client new s2 arash cs. اوكي، وبعدين تستعمل system ctl عشان تطبق، والماونت عشان تتاكد انه شفتوا الفرق الان بيناتهم. الفرق بيناتهم الاول انه هنا عندك فقط هذا الرمز. اوكي، هنا عندك الفولدر اللي حاب تعمل عليه الماونت. الشيء الثاني في الفايل اللي فيه الكونفيجريشن لازم تحط هنا
في الـ direct map لازم تحط الـ full path. الـ full path. أوكي؟ ولا يسموها الـ absolute path. هنا لا، relative path. تحط بس اسم الفولدر اللي حاب تعمل عليه الماونت، اللي حاب تعمل عليه الماونت مباشرة. نرجعوا الدايركت ماب، لازم الفولدر في الفايل كونفيجريشن يكون موجود اصلا، وفي الفايل اللي نربطه به لازم يكون فيه فقط سلاش مع المايز. اما في الاندايركت ماب لازم نستعمله امانتا، مثلا هنايا فولدر وهنا بس وين راح حابين نحطه. اوكي، في طريقة ثانية كذلك في الـ indirect، كي يكون عندك indirect map والفولدر هذا في السيرفر، فولدر هذا أراشياسا مثلا، فيه شحال من فولدر مبارتاج شارد اي بي سي، ما معناتها هنا فيه عدة. نعطيكم مثال، إذا كان اليوزرز نتاعك راح يجيبوا الفولدر personal folder تاعهم ولا work folder تاعهم من سيرفر NFS، راح يكون عندك في سيرفر NFS directory فيها كل اليوزرز. اوكي، معناتها انه ما فيش واحد برك، فيه العدد من. في هذه الحاله راح تكون طريقه في هذه هنا تتغير. اوكي، هذه تتغير وراح تصبح بالطريقه التاليه، راح تصبح عوض الار سي اس اي مثلا هنا راح يكون هوم، وهنا عوض الار سي اس اي راح تعمل نجمه، معناتها كل محتوى الار سي اس اي، وتعمل هنايا ماينس ار دبليو والاشياء اللي حاب تزيدها نتايا، وسيرفر تعمل ار سي اس اي سلاش والاند كوميرشال، هذا اللي ينكتبها. اوكي، الان كوميرسيال. اوكي، هذه غادي تخليك اي فولدر كاين هنا راح يتم انشاؤه مباشره في الفولدر هذا اللي هو هوم مثلا. هذا مثال فقط اللي يستعملوا ما يسمى بالويلد كارد. الويلد كارد اوكي، معناتها راح اعمل ماونت للعديد من الفولدر مباشرة على الملفات على الكلين. اوكي، نروحوا للتطبيق الان. اوكي، راح نديروا الاول دايركت. اوكي، دايركت خلينا نخليوها وننشئوا فايل نسميه مثلا rcs اوتو اف اس. قلنا هذا دايركت، شو معناتها؟ معناتها هذه بدايتها، ونعطيه اسم الفايل اللي حاط فيه الكونفيجريشن. قلنا انه هذا الاسم قادر نديره مباشره rcs، ما عندي مشكله، لكن من الافضل انه يكون مكتوب بهالطريقه لانه يسهل عليك. هذا ما تنساوش لانه هو اللي راح نعمل له كرييشن بعد. نجيب له كوبي باش نسهل على نفسي، اعمل سيف ونعمل فيم من جديد على الفايل اللي كان عندي. هذا واش نحط فيه؟ اسم السيرفر ماونت مثلا في الار سي اس اي. اوكي، ماينس ار دبليو نديروا له سينك باش يكتب مباشره، وراح نجيب اسم السيرفر المستعمل والفولدر اللي رايح اعمل له. اوكي، هذا الشيء دبل. اوكي، نعملو ماونت من جديد. ما في، راح نديرو سيستم ستارت، ما عادش ندير له ناو بيسك ما عادش نحتاجه. اوتو افاس
هندير جراب حتشوفوا اعمل له مباشرة الماوس، وتشوفوا هنايا انه التايم ها هو هنا التايم هو 600 اللي هو 60 ثانية، هذه 60 ثانية ما تحطوا على هذه معناتها 60 ثانية، اوكي معناتها 10 دقائق، هذه 600 ثانية، 600 ثانية اللي هي 10 دقائق، معناتها إذا أنا ما استعملت هذا 10 دقائق راح يروح. أنا يمكن نغيرها هذه، يمكن نغيرها، نروح ندير في الأوتو فاس أوبس أوتو ماستر دوت دي أوتو، هذه نزيد هنايا فقط، لازم تزيد تايم أوت مثلا نخليه 5 ثوان باش نشوفوها مباشرة واش يكون معانا. اوكي راح اعمل سيستم CTL ريلود على الاوتو اف اس، ونروح ندير جراب على RCS. حتى الان راهو عندي اوكي، وتشوفوا انه ما اخذها، طبقها فقط على ال، ما طبقها هنا لأنها كانت أصلا راح أعمل amount لل RCSR وأعمل reload لأنه كانت أصلا طالعة. أوكي هذول RCSR وتشوفوا أنه أصلا الآن مطلع. أوكي نشوفوا status إذا عندنا مشكل في الكتابة ولا شيء، ما عندنا مشكل. اوكي ونشوفه ماونت على ارش سي اس اوبس. يا سلام جراب ما في، هذا غير الفايل سي دي ارش سي اس، شوفوا اعمل له ماونت مباشرة، شوفوا عمله مباشرة، مجرد أني دخلت له، مجرد أني دخلت أعمل له الماونت. راح نخرج منه إذا الآن عملت ماونت راح تشوفوه مباشرة يقعد دائما هنا. راح نعمل سيدي نخرج منه، شوفوا الماونت حاليا راهو عندي، راح نستنى 5 ثواني ونعاودوا الماونت راح تشوفوا بلي هذا تروح مباشرة. رجعت 60 دقيقة، رجعت 10 دقائق. في غلطة عندي في الكتاب على ما أظن. time out auto fs يحب ياخذ 5 ثواني هنا ينطبق عليها. تايم او نو اي خرحت، شوفوا هنايا عملها سي دي على السي اس ماونت، رجعت من جديد سي دي خرجت منه، والآن يستنى وقت علشان يعود ينحي هذاك ال، وراح تشوفوا أنه هنايا في هذه الحالة الماونت
من راح يكون عندي مشكل مع الاف اس تاب، ما راح يكون عندي مشكل، لانه اف اس تاب اذا ما كانش نتورك حتى السيستم ما يطلع، حتى السيستم ما يطلعش، وفي هذه الحاله يكون عندك ما هو شغال. لكن بالاوتو اف اس ما عندك مشكل. احمد الدايركت ماب معناتها الفوت باث، صحيح دايركت ماب معناتها الفوت باث. راح نشوفوا الفايل اللي انشأناهم. الاثنين والثاني اللي هو اوتو ارسياس. اوكي راح نغيروا الحكايه. اوكي ونرجعوها انديركت، راح نرجعوها انديركت. نتاكدوا انه الماونت راح. شوفوا راح الماونت مباشره. شو راح ندير الان؟ راح نغير الاول اللي هو الاوتو ماستر دي، وراح نقول له انه هذه المرة راح تكون مباشرة في الارش سياسة. اوكي اوكي وهذه ونروح نغيره في الثاني. وهنا ما راح يكون عندنا، راح نسميه مثلا chair. اوكي حاليا اذا شفنا سياسة system ctl start auto fs، اتاكد اني ما عندي مشاكل مع الاوتو اف اس، ما فيه ريننج، ما عندي مشاكل. اعملوا جراب من جديد على الار سي اس اي، ما فيه سي دي ار سي اس اي الاس سي دي تشير. ما كان كاين اصلا، ما كانش كاين، شفتوا اصلا لما طلبت منه التشار دخلوا مباشرة، مع اني لما عملت الاس انا قال لي بلي ان هذا الديركتوري فاضي. راح نخرج منه اوكي ونعمله جراب على راسياسا. راح تشوفوا ان لو راسياسا حاليا عملها ماونت وين على التشار، ما معناهاش ماونت على الراسياسا، عملها ماونت على شير في الار سي اس. اوكي في الار سي اس وهنا راحت مشتي لانه استنيت الفايل. اذا الاس ار سي اس راح تشوفوا انه ما فيها فايل اصلا. الفولدر اللي قام بالانشاء نتاعو بعد انتهاء الوقت المحدد للاستعمال الاوتو ماونتر، اذا عملت من جديد شير دخلت مباشرة ألاس هو عندي. إذا عملت الماونت راح تشوفوا أنه أرسياسة أوبس خرجت منه أنا أصلا، خرجت من تشير سي دي تشير. نعمل ماونت أو أعمله، نعمل بس سي دي. أوكي عمل بس CD واخرج من جديد، استنى شوي وراحت. هذا اللي كان هنا راح، لانه انا حددتها الحكايه، حددتها بخمس توان. هذا كل ما يتعلق بالاوتو افس، هذا كل ما يتعلق بالاوتو اف اس. هل فيه اسئله بالنسبه للاوتو اف اس؟
600 هي باي ديفولت، ال 600 هي باي ديفولت، قادر تغيرها هنا في الاوتو اف اس. اذا حبيت تغيرها بصفه دائمه للكلس هنا تزيد تايم اوت. اوكي، بس يكون عندكم فكره عن اماكن اللي يمكن انه تتعامل معه. خلينا نرجع بشكل سريع للاوتو ماونت. الاوتو ماونت اللي هو اوتو اف اس لازم تثبت الباكيج اوتو اف اس. اوكي، كل الكونفيجريشن اللي لازم تعملها من الاحسن انك تعملها في هذا الفولدر، من الاحسن best practice. والفايل اللي يتم انشاؤه يكون يكمل بالاوتو اف اس، هذا الفايل اللي فيه كونفيجريشن تاع الماب، معناتها الربط بين السيرفر واللوكال دايركتوري. احنا قلنا فيه اثنين من الانواع ولا نوعين من الماب، فيه الدايركت نعرفه مباشره في هذا الفايل اوتو اف اس بهذه البدايه اللي هي سلاش مع الماينس، وتعطيه الفايل اللي راح تحط فيه الكونفيجريشن. اذا كنت في الاندايركت لازم تعطيه الفولدر اللي راح تستعمله وتنشا فيه الفولدرات اللي راك حاب. اوكي، وبعدين في الاوتو ولا الكونفيجريشن فايل لازم تحط في الدايركت ماب، لازم تحط الفول باث، الفول باث اوكي وين حاب تحطه، ولازم يكون كاين هذا الديركتوري هو ما يعرف ينشئه. هنايا الار السياسه هذا حتى ولو ما كانش كاين في الهوم، في الاندايركت ماب هو يقوم بال، لكن الامانتي هذا لازم يكون كاين على السياسة، يقدر هو يعمل له الكرياشن وحده، لكن هذا الأول لازم يكون حاضر، لازم يكون حاضر ويكون عندك عليه أكسس تكتب فيه، ومن بعد تختمها بالستارت ولا ريلود على حسب الحالة. وهنا عندك أوتو لوك، ما تستح ما تحتاج الآن لا أف أس تاب ومشاكلها، لا ماونت ومشاكل الروت، عندك كله الناس تستعملها وتعمل كذلك اوبتمايزيشن على نتورك يوز. اوكي، على النتورك يوز. هل في اسئله اخرى؟ إذا ما فيه أسئلة أخرى، بارك الله فيكم على الحضور وشكرا لكم، وموعدنا إن شاء الله غدا بإذن الله في نفس الموعد، في نفس الموعد.